طيب شخصية دي يمكن حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية وهي زكاة عيد المال. الفطر، نعم، زكاة زكاة المال الفطر. وزكاة الفطر نعم، أيضا. زكاة الفطر تحديدا اللي عاوزين نتكلم عليها، هل هي زكاة واجبة لإتمام صيام الشهر الكريم؟ هي زكاة واجبة على كل مسلم ولو شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا. إذا استهل صارخا في هذا الشهر الكريم، يعني ولد في هذا الشهر قبل يوم العيد، عليه زكاة فطر. أحكامها إيه وشروطها إيه؟ زكاة الفطر بتبدأ، يعني ملخصها بتبدأ من، علشان بس برضو بعض الناس يقول لك إيه إن زكاة الفطر تطلع ليلة العيد، لا، زكاة الفطر بتبدأ من أول يوم في رمضان لحد ساعة صلاة العيد. احنا بنقول ان هي تطلع من اول النص الثاني من رمضان، زي النهارده كده 15 رمضان نبدأ نطلع زكاة الفطر. ليه ما نتأخرش بيها؟ علشان اللي انت هتطلع له الزكاة محتاج يجيب هدوم لأولاده، محتاج مأكل، محتاج مشرب، محتاج دواء، محتاج أي حاجة، فتقدر تلحقه قبل العيد ان هو يجيب اللي هو عايزه. فريضة مفروضة على كل صائم، مطهرة له من كل شيء تعرض له في صيامه، لان احنا في الصيام الإمساك ده مش إمساك بس شهوتي البطن والفرج، وإنما هو صيام الجوارح عن المخالفات، والقلب عن الآفات، والسر عن الملاحظات، ومن لم يدع قول الزور والعمل به، واللسان. فليس لله فيه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فشرعت زكاة الفطر على هذه الحالة. صلاة زكاة الفطر خناقة كل سنة، تطلع فلوس ولا تطلع معرفش رز لا تطلع فلوس أفضل. ليه الفلوس هو ما هو أيسر للغني وأنفع للفقير؟ طيب القيمة المادية لها دي؟ القيمة المادية أظن حددتها دار الإفتاء فيما يقرب من 15 جنيه. احنا بنقول ممكن نزود ومن زاد فله الزياده، يعني لا تقل عن 15 جنيه، لكن يبقى القول الفصل ان هي زكاه وفريضه واجبه لابد ان تؤدى قبل على كل بيت، انتهاء يعني الشهر عنده واحد واثنين، يعني بيت فيه اثنين، بيت فيه ثلاثه، هو وزوجته، هو يعول ابوه امه، معاه اثنين من ولاده، فرض عليه ان يؤديها في شهر رمضان قبل صلاه العيد.